أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بمن شرفنا، خاصة من شرفنا من خارج الرياض. ومن شرفنا من خارج الرياض حسب حسابه على الساعة 6 أن ينتهي الملتقى، وأنا الآن ألعب دورين في هذا الملتقى، دور يعني المسؤول عن الملتقى وعن البرنامج، وأيضا مدرب الصوتي أو مدرب مادة الأداء الصوتي. أنه الآن نسوي ورشة خلال ربع ساعة نجمع المشاكل التي تواجه الأئمة ونعالجها، مثلا مقاطع فيديو تنزل على الموقع. تحبون نسوي لقاء عن بعد للجميع ويشارك فيه الجميع، أو تحبون أن نمشي على نفس الجدول؟ وسننتهي الساعة 7 مع مراعاة موضوع الصلاة ثم العودة. فالأمر إليكم، نصوت على الخيارات الثلاثة. الخيار الأول جمع المشاكل وحلها عن طريق مقاطع فيديو تنزل على اليوتيوب وتنتشر في الموقع، رفع اليد، التصويت برفع اليد. ما فهمنا الصورة. طيب الحين المادة المعرفية راح تنزل، المادة المعرفية موجودة أصلا، تكلمت عنها كثيرا جدا، لكن هو الهدف معالجة المشاكل الفردية أو المشاكل التي يعني تكون عند معظم الأئمة ومعالجتها بشكل تطبيقي، بحيث أن يجي شخص يقول مثلا أنا ما أعرف أبدأ بطبقة القرار. أنا ممكن حتى الشيخ ناصر مشكورا أحال علي بعض الاستشارات في يوم الاستشارة القرآني، صراحة وجدت صعوبة جدا في الشرح النصي لهذه المشاكل. يعني لما تشرح الواحد كيف تبدأ قرار بالنص، هذا تحدي كبير جدا، يحتاج إلى شخص عنده دكتوراه في الأدب العربي. هذه نقطة. فممكن نجمع المشاكل الآن عن طريق ورشة عمل، كل حلقة تكتب أبرز المشاكل الصوتية التي تواجه الأئمة والقراء، ثم أخذها أنا، تمام، وبتعاون مجموعة آيات، هي مجموعة إعلامية، الوسائل الإعلامية سهلة، ممكن أسجل مقاطع المشكلة الفلانية وحلها، المشكلة الفلانية وحلها، ثم نزلها في الموقع وراح تنشر للجميع. هذا خيار واحد، بحيث أن نوفر الوقت ويبدأ الشيخ ياسر بمادته، بحيث أنه نخلص الساعة 6:15 إن يسر الله، أو أنه يصير لقاء أونلاين عن طريق أحد منصات التدريب عن بعد، أو نكمل ونخلص الساعة 7. فهذا الموضوع إليكم، إذا أحد عنده مقترح رابع برضو الموضوع متاح يعني. فالخيار رقم واحد اللي هو جمع المشاكل ثم بعدين تسجيل فيديوهات لحلها، طبعاً كل اللي خارج الرياض بيأيدون، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 لا بسجل إن شاء الله. طيب الخيار الثاني تدريب عن بعد، أو اللقاء هذا نفس الساعة هذه راح نقولها تكون عن بعد في أحد منصات التدريب الإلكتروني. ما حد يؤيد هذا؟ واحد مغرب بس، والشيخ ناصر تكلم قبل شوي. طيب يعني الخيار أنه نختصر بشكل سريع جدا خلال نص الساعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عذروني قد أكون متعب شوي، إحنا من الساعة 9 وإحنا قاعدين نجهز الملتقى، لكن إن شاء الله تعالى يعني يكون هناك الثمرة المرجوة والمطلوبة. الأداء القرآني أو أداء الصوتي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الصوت وما يتعلق بالصوت، سواء والمادة المعرفية لا أحد يشيل هم، راح تكون تنزل على الموقع تفاصيل المعرفية كاملة، لكن أريد أن أوضح الفكرة العامة. الصوت، ما هو الصوت؟ ما هي خصائص الصوت؟ ما هي طبقات الصوت؟ هذه كلها معارف مهمة جدا مرتبطة بالصوت وإخراجه. طب إذا خرج الصوت بشكل صحيح، يأتي بعد ذلك موضوع الترتيل. ما هي أنواع الترتيل التي تتناسب مع معاني القرآن الكريم؟ أيضا ما هي أنواع الترتيل التي تناسب بعض الحالات؟ مثلا الفجر له أنواع ترتيل مختلفة عن مثلا العشاء لما تكون متعب، العشاء لما تكون نشيط، إلى آخره. وهو ما يسمى بموضوع المقامات. يعني أنا أقول هو صوت ومقامات، أو صوت وأنواع ترتيل. طبعا لكي نكون عمليين ولا يكون هناك استعراض نظري كبير، وحنا ما سمعنا أي من الأصوات الموجودين صراحة، راح يكون عبارة
عن ورشة 10 دقائق الآن، كل حلقة تذكر أو تحصي المشاكل الشائعة والمنتشرة عند الأئمة فيما يتعلق بالأداء الصوتي، ثم بعد ذلك نمر على كل طاولة ونستعرض المشاكل هذه ونحاول نعالجها بشكل تطبيقي. ما رأيكم؟ نستعين بالله؟ بسم الله. 10 دقائق كثيرة، خلوها 7 دقائق. نبدأ بالطاولة رقم 1 لمعرفة المشكلة الأبرز عندهم في الأداء الصوتي. تفضل بالمايك بالله عشان أسمعك. الانتقال من مقام إلى مقام بشكل لا إرادي، هذه مشكلة وحلها أنا اللي أقول المفروض، صح؟ طيب إذا أحد عنده الحل ممكن نشاركه. الانتقال من مقام إلى مقام بشكل غير إرادي، الإجابة حل المشكلة هذه هي بإشباع المقام. كيف يعني إشباع المقام؟ المقام عبارة عن مساحة معينة، مثلا نقرأ مثلا مقام الرصد، الفاتحة كان مقام رصد، كل مقام رصد، لكني أشبعت، رحت وجدت في نفس المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل حطه من المقام أخذ جو كامل. فبهذا شيخ الطاولة ذيك بهذا يستطيع القارئ فعلا أنه يعني إيش يتخلص من هذه المشكلة. أما إذا قرأت المقام بشكل ناقص أو أنك قرأت بشكل متردد ومرتبك فدائما راح تواجه هذه المشكلة. فإذا حلها أولا إشباع المقام، وقبل ذلك معرفة المقامات بشكل صحيح وتعلمها بشكل صحيح. ولا يعني بذلك مجرد تعلم المقام كصوت، لا، بل تعلم تطبيقها الحقيقي في قراءة القرآن الكريم. هناك مقامات، مقامات هذه ممكن تطبق في الكلام العادي، في الإنشاد، في الآيات، في الأذان، لكن كيف يستطيع القارئ فعلا أن يطبقها في القراءة بشكل صحيح؟ وهذا ما يسمى بالأداء القرآني من وجهة نظري. الأداء القرآني يدخل فيه أشياء كثيرة، منها كيف يمكن للقارئ أن يستفيد من المقام في قراءة القرآن بالشكل السليم والصحيح الذي يجمع بين السلامة النغمية والسلامة أيضا الأحكامية أو سلامة الأحكام والمعاني. هناك مقامات يتناسب أو تتناسب مع الحالة الصحية، إذا كنت مريض وتعبان، إذا كانت الحنجرة راكدة فيتناسب أحيانا مع هذه الحنجرة بعض المقامات، وأبرز هذه المقامات هو مقام الرصد اللي قرأت فيه قبل شوي، لأنه مقام هادئ ولا يتطلب إجهاد وصعود كثير. بعض المقامات لازم تطلع فيها مثل مقام السيكا، مقام البيات، هذه مقامات مجهدة تحتاج إنسان يكون رايق، وهذه خاصة مقام البيات يعني لازم قبله نومه، قبله تعسيله، لأن النوم هو خميرة الصوت، فكلما كان الصوت خامر وجميل وكلما كان الإنسان مرتاح كلما استطاع أن يؤدي في هذه المقامات الجميلة ولكنها في نفس الوقت المجهدة. فمقام الرصد أنصحك إذا كنت تعبان عليك مقام الرصد، هذه يعني نصيحة عابرة. طيب هنا ما هي المشكلة الرئيسية؟ هنا الطاولة هذه، لا الطاولة، طاولة الشيخ علي. جميل. طبعا الشيخ يعمل في المجال الصحي ايضا فيفيدنا. حكم القرب من التخصص الطبي، انا وجدت هناك مشكله واقعيه كانت لدي، فانا انصح كل شخص يعني مهتم بالتلاوه او بالقراءه او بالاداء، اذا كان هناك مشكله وخاصه فيما يسمى حموضه المعده او الارتجاع، فهذه مؤثره جدا على موضوع الحنجره، وهذا الحمد لله يعني تم معالجته عندي، لكن لاحظت فعلا الفرق بين قبل وبعد. فايضا المشكله الصحيه اقول مثلا حموضه المعده، اللحميه، الجو الانفيه، حساسيه الصدر، الربو، هذه كلها تؤثر على موضوع طول النفس وقصر النفس وايضا على الاداء الصوتي.
ممتاز. من واقع تجربة أيضا الهرولة والمشي جدا جدا معالجة لموضوع قصر النفس وتحمل الإطالة والقراءة بنفس طويل. ممتاز. ممكن هذا ممكن أتكلم في موضوع مهم جدا، ما هي عناصر الجهاز الصوتي عند الإنسان؟ إذا فهمنا عناصر الجهاز الصوتي عرفنا كيف ممكن نحافظ على الصوت، ليس مجرد محافظة على الحنجرة واجتناب مثلا المشروبات الباردة فقط، لا، الجهاز الصوتي يتكون من أشياء أخرى غير موضوع الحنجرة. حتى المدرب. ها؟ أقول ليس مجرد القارئ من يحتاج هذه المعلومات، كل مستخدم للصوت يعني. مدرب صحيح. المدرب، المنشد، القارئ. صحيح صحيح أكيد، وتركيز الصوت أكيد يعني عند المدربين أو حتى عند المعلقين الصوتيين مهم جدا. فالجهاز الصوتي يتكون من رئتين وهي المضخة الحقيقية للصوت. يعني لو نفترض أن الصوت ابتدأ من الحنجرة فلن يخرج صوت أبداً، لأن الصوت هي لأن الحنجرة هي عبارة عن محول للهواء، تحول الهواء إلى صوت. بمعنى لو جيت قلت هذا هواء، لو دخلت أو فعلت موضوع الحبال الصوتية والحنجرة خرج الصوت، خرج الصوت بشكل سليم. وهذا الفرق بين الجهر والهمس. الهمس هو 50% هواء 50% صوت. كيف حالك؟ أهلا، صناعة القراء. لكن لما أفعل الصوت بشكل كامل صناعة القراء، خرج صوتي بشكله الكامل. فالرئتين، وهنا جاء الكلام على موضوع الرئتين. أي مرض في الرئتين لابد أن يعالج لمعالجة الصوت. أحيانا يكون في مشاكل عندك في الصوت، الحنجرة سليمة لكن عندك مشكلة في الرئتين، سواء كان نفس أو كان عندك حساسية أو شيء من القبيل. الشيء الثاني أستاذ أحمد، أعلق بس أن أكبر مثال التدخين. صحيح. لاحظ أن المدخن رئته سيئة، صوته سيء. صحيح، يأثر على الصوت بشكل كبير، يخرب الصوت. الشيء الثاني هي الحنجرة، وهذا وهي المشهورة. الحنجرة فيها غشاءين مخاطيين، لو تشوف شكلها تتقزز منها سبحان الله، لكن هذين الغشاءين المخاطيين يخرجان أجمل الأصوات المؤثرة في العالم، وهي الحبال الصوتية. هذه إذا كانت سليمة ولجت فيها نتوءات أو فيها التهابات معينة يخرج الصوت بشكل سليم. وأيضا اللي تكلم عنها الشيخ، الأنف والفم، نظافة الفم ونظافة الأنف سواء كان شيء بيدك أو أحيانا تتطلب عمليات مثل إزالة اللحمية أو غيرها من العمليات اللي مرت على كثير من الأئمة. كثير من الأئمة يعني صراحة ممن يعني تواصلوا معي إلا ومر على طبيب وعالج مشكلة خاصة اللحمية، هذه مشكلة صراحة منتشرة وهي تفسد الصوت وتجعله يخرج بشكل غير جميل. وهذه مشكلة تسمى في مجال الأداء مشكلة النيزلي أو الصوت الأغن. هذه المشكلة بعضهم يستهين بها لكنها يعني مؤثرة في الأداء ليس مجرد الأحكام. الناس يعني لما أتكلم كذا كيف الحال، هذه شوف الصوت طلع قبيح بالطريقة هذه، الصوت المفروض يطلع بشكل كامل من الحنجرة. يعني هذا إجابة على الاستشكال الوارد في الطاولة هذه. نأخذ الطاولة اللي هناك، ما هي أبرز مشكلة؟ اختيار الطبقة. كيف يستطيع القارئ المادة الصوتية اختيار الطبقة المناسبة التي تناسب صوته؟ صحيح جميل. الطبقات هي ثلاثة معروفة، طبقة القرار وهي أقرب ما تكون إلى الطبقة الطبيعية اللي يتكلم فيها الإنسان، ليس كلامي هذا طبعا، هذا كلامي كلام إلقائي، لكن ما أتكلم بشكل طبيعي مثل ما قال الشيخ ناصر قبل شوي، مثلا كلمة استو، وزن الصوت فيها، أو حتى الكلام العادي لما أقول كيف الحال أهلا، فهذه غالبا هي أقرب الطبقات لطبقة القرار. وهناك طبقة الجواب اللي طبقة مرتفعة، المرتفعة عن طبقة القرار، ثم طبقة الجواب اللي هي مرتفعة جدا. طيب مو مشكلة، مثال والله أنا يعني وإيه يعني أحاول أتجنب لأني صراحة متعب قليلا. لكن طبقة القرار استووا، اعتدلوا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تلاحظ أن هناك اهتزازات تحصل في منطقة الصدر، لذلك تسمى بصوت الصدر.
chest voice، هذه طبقة القرار. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. جواب، حتى ظهر صوتي أكثر تلاحظون، وهنا تكون الاهتزازات تحصل في الحلق، إذا يسمى بصوت الحلق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطبقة المرتفعة هي طبقة جواب الجواب، وتسمى بصوت الرأس، وبما أن الرؤوس كبيرة فلا يظهر فيها الاهتزاز بشكل واضح، لكنه موجود يعني في الرأس. لكن هو الفكرة أنه تستشعر كيف أن هذا الصوت يخرج من هذه المنطقة. حتى القرار أنا أشبهه، أولا هو قرار الصوت مستقرة، فإذا قرأت طبقة القرار بشكل سليم فإن الطبقات الأخرى ستكون أيضا تخرج بشكل سليم. أيضا أشبهها بالسباحة الخلفية، إذا كنت تسبح في بحر فتحتاج أثناء سباحتك إلى راحة، هي السباحة الخلفية، لما تسبح على ظهرك ترتاح شوي ثم تكمل. وهذه الطريقة اللي كانوا يستخدمونها المشايخ الكبار في القراءة المجودة، تلاحظ أن الشيخ عبد الباسط يقرأ ثم يريح على القرار شوي ثم يعود إلى طبقة الجواب. طبقة الجواب هي الطبقة المحببة للناس صحيح، لكن القرار مهم جدا في البداية لخلق نوع من التوازن عند أذن المستمع، وأيضا لارتياح القارئ أثناء التلاوة الطويلة. المشكلة الأولى كيف يختار؟ إذا اخترت القرار فإن باقي الطبقات سهلة، إذا اخترت القرار بشكل صحيح الباقي الطبقات سهلة. واختيار القرار في أساليب كثيرة، منها أسلوب دربته لأحد المؤذنين في حائل وصارت عليه مشاكل، اللي هو الكلام قبل الأداء. طبعا الإمام أقول استو، المؤذن إيش أقول له؟ قلت له تكلم مع نفسك وش أسوي أنا؟ فصار يكلم نفسه كيف حالك كذا ثم يبدأ بطبقة القرار لكي يتأكد أن طبقة القرار صحيح. طبعا هذا أسلوب أنك تبدأ بطبقة صوتك العادية لأنها هي الأقرب، مع أنه في اختلاف هل هي نفسها أو غيرها، لكن أنا أشوف من ناحية عملية أنها هي الأقرب كأداء عملي، خاصة أنك أنت تؤدي أداء حر وليس أداء مرتب مثل الأناشيد وغيرها. الشيء الثاني استشعار الاهتزازات اللي تكلمت عنها قبل شوي، هذا يساعد في اختيار الطبقة، هي طبقة القرار. بعد ذلك طبقة الجواب تعلمها يأتي مع تعلم المقامات نفسها، إذا تعلمت قرار المقام فإنك يعني لابد أن تتعلم جواب المقام، وبالتالي لو قرأت القرار واخترت القرار بشكل صحيح فإنك ستنتقل إلى الجواب بشكل صحيح أيضا. فالأولى هي القرار، أهم شيء القرار، بعد ذلك تأتي الدرجات أو الطبقات الأخرى. أما بخصوص هل يناسب بعض القراء القرار أو الجواب، هذا متعلق بخاصية من خصائص الصوت وهي المساحة الصوتية. هناك قراء تجد أن الفرق بين قرارهم وجوابهم بعيد جدا جدا بعيد، فتحصل يقرأ بصوت غليظ جدا ثم ينتقل إلى صوت حاد جدا. هذه هي المساحة الصوتية، كأن الآن مساحة الغرفة تقاس المتر، في الصوت تقاس بالطبقات، هذه بالدرجات التي بين القرار أو أقل قرار عند الشخص وبين أعلى جواب. هناك بعض القراء مساحته بسيطة، فحنا نقول أن هذه هي نقطة ضعف عندك، لا تحاول أنك تجهد نفسك في الخروج أو في الصعود إلى طبقات عالية فيخرج الصوت نشاز، فتكون ضمن هذا النطاق. وبعطيكم مثال لشخص قارئ معروف ومتميز، عرف أن هذه نقطة ضعف عنده فلم يحرج نفسه بالقراءة بطبقات عالية، ومع ذلك قراءته جميلة ومنتشرة، مثل الشيخ عادل الكلباني كمثال. مساحة الشيخ عادل الكلباني ليست واسعة، ضيقة، ومع ذلك استطاع أن يستفيد منها بشكل 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 جميل، وهذا ما أسميه بالأداء الذكي، وهو أحد عناصر أداة اللي هي مقياس الأداء القرآني، الأداء الذكي، كيف يمكن تحليل نقاط القوة والضعف والاستفادة منها. طيب الطاولة هنا، جميل جميل، يعني هذا ممكن نتكلم فيها الشيخ صابر، لو سؤل الشيخ صابر صراحة سيكون أفضل، لكن عموما هو استشعار داخلي. وأيضا موضوع الأداء القرآني، كيف يعني يدرك القارئ أن المقام ليس هو الشيء الأول في قراءته بل هو الشيء الثاني،
في البداية تأتي الأحكام، أو شيء ثالث حتى، بداية تأتي الأحكام ثم تأتي المعاني ثم يأتي المقام. هذه نقطة. النقطة الثانية تعلم التجويد بشكل سليم وصحيح، وأيضا لا يمنع في بداية بدايات القارئ أنه يقلد القراء الذين لديهم مهارة في الأداء الصوتي، مثل الشيخ المنشاوي وغيره من القراء المتقنين. سؤال جميل، إرهاق الحنجرة، ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن يتبعها القارئ لكي لا يجهد حنجرته؟ أولا النوم، هذا لا يوجد هناك خلاف على أن النوم مهم جدا قبل تراويح أو التهجد. التقليل من الطعام، البعد عن المشروبات الباردة، الحرص على المشروبات الدافئة خاصة العشبية مثل البابونج واليانسون، هذه النقاط مهمة جدا. طيب أثناء الأداء كيف ممكن يستفيد أو كيف ممكن يحافظ على لياقته في الأداء؟ هناك استعداد قبلي وهناك مهارات أثناء التلاوة. الاستعداد القبلي أن يقرأ ما لا يقل عن نصف ساعة بصوت مرتفع وكأنه في التراويح لمدة شعبان كامل. اعتبر نفسك الآن من شعبان، يعني كم باقي على شعبان؟ أسبوع. اعتبر نفسك بعد أسبوع خلاص بدأت إمامة التراويح، بحيث أن الحنجرة تتكيف. وأفضل تمرين للقراء هو القراءة نفسها. هناك تمارين صوت كثيرة يمكن سمعتم عنها، كثيرة جدا، تمارين ما تسمى بتمارين الفوكاليز، والفوكاليز هي مصطلح يعني الصوت نفسه، تمارين تقوية الصوت. لكن أفضل تمرين للقراء هو القراءة نفسها بطريقة التراويح نفسها، حيث أنك يتكيف الجهاز كامل لحروف القرآن وطريقة القرآن في الأداء، وأيضا تتكيف أنت في أدائك وفي صوتك. وهناك استعداد أثناء التلاوة، أولا البدء بالقرار وعدم الصعود إلى الجواب إلا بعد أن تشعر أن الحنجرة يعني مثل ما يقول سخنت، تحس أنك خلاص إذا صعدت إلى الجواب لن تشعر بنوع من التكلف والإجهاد أثناء صعودك إلى الجواب، يعني هذا أثناء الأداء. أيضا أخذ النفس بشكل صحيح، مثل ما قلنا ارتباط النفس بالصوت ارتباط وثيق جدا، لذلك أخذ النفس بشكل صحيح سواء قبل الآيات أو حتى قبل بداية الصلاة كلها، يعني أخذ النفس من الأنف بشكل سليم، إبقاء في الرئتين بشكل متوازن، ثم إخراجه بشكل هادئ، هذا يفيد. إذا أردت أن تصعد إلى الجواب احرص على أنك تأخذ نفس مناسب، لأن الجواب يستهلك نفس أكثر من طبقات القرار، يعني فهذه مهارات أثناء الأداء وأيضا تمرينات قبلية. يعني في مش الصوت يعني عدم استهلاك الصوت يعني بالعمل وغيره، صحيح، وحال احنا نستهلك الصوت دون شعور المراجعة. نعم صحيح، لما لا يراجع إلا بعد العصر فكأنما صلى التراويح مرتين في الليل. صحيح مهم جدا، يعني لا تراجع بصوت مرتفع، مو بلازم، صح لازم تسخن لكن لا تجهد، تسخن بشكل بسيط يعني ثلاثة وجوه بالكثير، لا البحة ممكن تكون أصلية، بالعكس تكون حلية القراءة أحيانا إذا كانت موسمية. أتوقع في نوعين من العلاج، في علاج طبيعي أو علاج صحي، هذا أتوقع مرتبط بحساسية الصدر أحيانا أو بالحنجرة والتهاباتها، وفي علاج أدائي. أفضل العلاج الأدائي هو تسخين طبقات القرار. دائما حتى في مصطلح عند المؤدين يقول لك فك الصوت. ايش معنى فك الصوت؟ بالقرار، لان الصوت احيانا يكون منغلق، يكون فيه شوائب معينه سواء كانت بلغم او اجهاد معين او مرض، فلما يفك الصوت بالقرار باداء الطبقات القراريه، اداء خليك مع نفسك يا اخي، صل على النبي بالقرار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كثر إلين تشعر بنوع من الإجهاد، يبدأ يفك الصوت. سمشة يعني تمارين مختلفة، ما مي مو مو يعني مو مو مو، هذه تمارين كثيرة جدا مرتبطة بإخراج الحروف يعني نفسها. هذه أفضل أنا أتوقع أن أفضل التمارين للقراء هي القراءة نفسها. هذه التمارين تكون عامة جدا للأداء، لكن لما تقرأ القرآن تتعود على حروف القرآن نفسها وعلى التجويد نفسه، أي فيكون أفضل لك يعني.
احنا اخذنا من الطاوله، احنا وصلنا هنا صح؟ احنا اخذنا. تفضل شيخ عبد الرحمن. صحيح. اولا تبدا بالصوت، اخراج صوتك بشكل سليم، تحليل صوتك بشكل سليم، هذه البدايه. السؤال تفضل شيخ عبد الرحمن. كيفية صناعة أداء خاص بالقارئ؟ أول شيء الصوت نفسه وإخراج الصوت وفهمه ومعرفة نقاط قوته وضعفه، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. لكي يخرج الصوت سادة، ما في أي مقام ولا في أي شيء، خرج الصوت. ثم نقطة ثانية، معرفة المقامات المناسبة لك، وأفضل طريقة لها أنا من وجهة نظري الاستماع للقراء المتقنين فيها، ولا بأس بالتقليد في البداية مثل ما ذكرنا بداية. ثم بعد ذلك الانتقال إلى كيف أنت تبدع من خلال ما سمعت، لأن السماع هو تغذية سماعية، مثل ما في تغذية بدنية لما ناكل يكون عندنا تغذية، فإذا كان الغذاء جيد أصبحت أجسامنا جيدة وصحية، إذا كان الغذاء سيء أصبحت أجسامنا غير صحية. كذلك السماع، كلما استمعت إلى يعني قراء متقنين وجيدين وكبار كلما أصبح لديك تغذية سماعية جيدة، وبالتالي تظهر على يعني على على أدائك وعلى تلاوتك. انتهى الوقت. من يكتشف صوتي؟ يعني كيف أعرف نقاط قوتي وضعفي؟ والله غالبا لابد من خبير صراحة. نعم. كيف أعرف نقاط القوة والضعف لدي؟ يعني لا أرى طريقة أخرى إلا التواصل مع شخص يعني أو شخص مستمع ذويق، يعني مش شرط تكون فاهم مرة، لكن على الأقل يكون مستمع عنده تذوق، يعني يستطيع أن يعرف الجميل من السيء، عنده ذائقة عالية، سميع مثل ما يقولون. فأتوقع أنه يعني لازم يكون عندك مرآة، شخص هو الذي يوضح لك هذه الأخطاء، ولا يعني تتكبر أو تكون فوق أي نقد ابدا. حتى لو كان احد الشياب عندك في المسجد ممكن يعطيك ملحوظه تفيدك، انت عاد خذها بشكل علمي، خذها وحللها وطلع منها فائده علميه، لكن لابد ان تستمع للجميع. تفضل. شيء ما رايك ان نختم بتطبيق يعني احد الاخوان الان من الموجودين ممن لا يملك صوتا مستقلا، يعني هو يحاكي غيره، ونبدا نجرب كيف ممكن يغير من هذا الاداء، كيف ممكن يستقل لو ب يعني فكره. انا اشوف ان الكلام النظري مهم ولكن التطبيق اهم. صحيح. نبدا بالاخ عبد الرحمن دام يلا. الشيخ عبد الرحمن يعني ما شاء الله عليه. ها تحيل. طب تفضل شيخ. بسم الله. اعطوني اللابتوب. او تعال هنا شيخ، تعال هنا افضل. انا اشوف ان جزء كبير من الزملاء لا ينقصه الكلام التنظيمي، معلومه نظريه. صحيح. ساعدني، احنا نسمع هذا الكلام من زمن، الطبقات والمقامات. صحيح. كيف استطيع استقل واؤدي واتميز؟ صحيح. يعني هو لو خرجنا لو في دقائق عندي اسئله. اي صحيح. بدنا ناخذ وقت شوي. الله يحفظ. زال الخير. نطبق عليه عشان بسم الله. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاه خير يفتح عليه. هذه القراية سمعت الشيخ عبد الرحمن ماجد. ما شاء الله. أول شيء عرفته باسمك الكريم. عبد الرحمن سعود آل سهل من محافظة الأفلاج. نعم وكلام. حياك الله نورتها. اي نعم. امام ها رسمي ولا تصلي التراويح احيانا ولا؟ رسمي وصلي التراويح. ما شاء الله. الله ينفع بكم. ما شاء الله. الان هذا الشيخ احمد هل هو اداء مستقل ولا كيف؟ طيب كنت اسمع لعبد الرحمن ماجد الشيخ
واستقلت بها. جميل جميل. لا رائع. هذا أداء، إذا أداء الصوت كيف استطاع أن طيب. معناته هو يحاكي الآن. يعني طيب اولا خلنا ناخذ حبه حبه، تستريح ولا توقف اريح لك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. او شيء قراءه جميله ما شاء الله تبارك الله رائعه، ويمكن التحليل راح يكون يعني بيني وبينه افضل تحليل القراءه والاخطاء. لكن مثلا زي صوت الشيخ، انا لو جاء سالني وقال كيف استقل بصوتي، اللي هو السؤال المطلوب، اولا ساقول له عندك ثلاث مقامات اتقنها، البيات والنهاوند والكرد، تتناسب مع قراءته. ثانيا سأقول له خذ نفس جيد قبل القراءة، لأن كثير من صوتك لم نسمعه لأنه في عالم الغيب داخلك بسبب أنه لم يأخذ نفس بشكل صحيح. ثم أخيرا سأقول له اشتغل على المساحة الصوتية، لأن مهما كان الإنسان يعني أو المستمع سيمل إذا كنت تقرأ في حدود معينة. فهذه يعني بشكل عام يعني اشياء نظريه يعني طبقناها على على على, على التلاوه. انا ايضا ابغى يعني تطبيق ادق شوي. الان الاخ عبد الرحمن قرا باداء هو ليس اداء، وهو اخبرنا بذلك انه اداء قلت فيه احد المقرئين، لكن لو اعاد وقرا بصوته هل ممكن؟ اول شيء والله يا شيخ انا افترض انه في 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 يعني ما أدري، يعني قد يكون في رهبة الحضور شيء جديد، لكن ممكن تجرب شيء. جرب. مو مشكلة، أبا أعطيك مفتاح ثم كمل بعدي. تفضل. اقرأ بقراءتك إذا أمكن دون تقليد. لا خلنا أعطيه مفتاح أنا، تفضل. الشيخ أحمد يقدر يساعد. طيب خلنا مو مشكلة، بسم الله. الشيخ ناصر جاي، بس أنا صراحة أنا كنت أعتب على من تجاوز الوقت. وقعت في ذلك، فأعتذر منك شيخ ياسر أولا وأخيرا. الله يحفظك، الله يحفظك. طيب ابدأ بالطريقة هذه. أولا خذ نفس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب خلني أعيد معك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كم؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كمل والضحى، سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. عيد والضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اهدأ انت اقرأ.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما يعني الشيخ ما شاء الله تبارك أنا أعطيته مفتاح فقط وهو استجمع في عقله جميع التلاوات التي قرأت بهذا المقام أو بهذه الطريقة وبدأ يتقنها أو يعني يقرأها بطريقته الخاصة هكذا تصنع الأداءات طبعا الحين هو قرأ المقام بشكله البسيط جدا في حلى في المقام نفسه وانتقالات معينة من خلال يتطور أداء بحيث أنه يصل فعلا إلى مستوى عالي إن شاء الله تعالى إن شاء الله نقبل في المستوى الثاني إن شاء الله الشيخ حمد إذا كان عنده أي بسم الله الشيخ ما شاء الله مدرب وعنده اللي عندنا وزيادة لكن الشيخ ممكن يعني أثناء القراءة توجه والله بكيفك بس هذا ترى النحلة يعني لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والضحى اللي تسوي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله يفتح عليك الله يجزاك خير تعتنا والله التعليقات ما أحتاج ما شاء الله تبارك الله احنا طبعا أتوقع أن ما شاء الله تبارك الله أذن المغرب ف يعني كله من الشيخ نبيل ومشكلة مشى هو اللي طرح المقترح النصف ساعة ومشى لكن إن شاء الله استفدنا من هذه الجلسة المختصرة أنا غالبا أقدم دورة للمبتدئين جدا ومفاتيح في 10 ساعات وفي 3 أيام يمكن بعض الزملاء حضر من حضر معنا فقضية اختصارة في نصف ساعة كان تحدي لكن على الأقل أخذنا بعض المفاتيح وعرفنا على الأقل أن هناك يعني هناك مسارات مثل ما قال الأستاذ ياسر هي المنطقيات هذه لاستثارة الفكرة وليس لإتمامها فحنا استثرنا موضوع إن شاء الله تعالى البحث يكون مستمر بالنسبة لكم فيه هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهر